كما وإن من الأشخاص الذين لديهم معلومات بهذا الصدد هو مصاح الشيخ، كما وإن القاضي في ذلك الوقت الذي كان هو بين قوسين صادق سالم في ذلك الوقت، وإن المدير الذي كان في ذلك الوقت هو وضاح الشيخ، كان يشرف على العمل التحقيقي وهو المسؤول هو والقاضي، وهذه شهادتي. حسن عذبة ثلج الشاهد، هذه أقوالك. نعم هذه أقوالك. شوف توقيعك. يعني انت قلت ما عندي شهادة عيانية. نعم إيه؟ انت قايل ما عندي شهادة يعني كبرها مرتين. نعم بس يعني اذا اسمح لي السيد رئيس محكمة، أنا يعني هذا الموضوع طبعا كتب ووقعت عليه. أنا بس يعني ضايف كلام آخر يعني ما كتب بهذا. مثلا أنا قلت سمعت الموضوع من وسائل الإعلام، وإذا كان الموضوع في جهاز المخابرات فهو المحاكمية تختص به، وليس لأن هو قال للقاضي، قال لي أنتوا ليش دائرة قانونية، أنتوا تولون الموضوع. قلت له على كيفك وشوي على الميكروفون ما دا أسمع زين. قال لي إذا أنتوا دائرة قانونية شلون ما يعني تشتغلون بالموضوع؟ قلت له لا، الدائرة القانونية شرحت له كثيرا. قلت له هذه عملنا حقوقي، دعوة تقام على جهاز المخابرات وروح منا، عندنا ممثل حقوقي، أنا كنت موظف مرتدع يعني سنة زين. وبعدين ضفت له بأنه أنا قبلت للدكتوراه في عام العام الدراسي 83 84 وتخرجت في نهاية 88. نعم بدكتوره. نعم بس هو انا طبعا هنا ما قلت انه هذا الموضوع انا سمعته من وسائل الاعلام، اذا كان الموضوع في الجهاز فهو المحاكميه تختص به، اما اذا خارج الجهاز فجهه اخرى يعني تختص به. نعم اي يعني هذا اللي انا اقصدها يعني. لكن تقول لي انت شفت بعينك سمعت بعينك متاكد 100%؟ اقول لك انا ما متاكد. صحيح إيه؟ وهذه فاتك هم مذكور بها بهالشكل. اسالك سؤال، انت قلت هسه بانه الحاكميه اذا اكو شيء موضوع الحاكميه تختص به، الدائره القانونيه ما لها دخل بالحاكميه؟ يستحيل، انا هذا مسؤول عنه هذا الكلام، يستحيل الدائره القانونيه عندها علم ولا 1%، لا 1 بالمليون. نعم. من عمل الحاكميه. نعم ولا 1 بالمليون. حاكميه بمن مرتبطه مباشره ومن يتدخل بعملها؟ هذا يعني حضرتك انا حسب معلوماتي انه حضرتك انت اشتغلت بجهاز المخابرات تعرف هذا الموضوع، كنت من الكادر الاولي. انا اشتغلت في جهاز المخابرات؟ انا سمعت حضرتك اذا انت جعفر افتهمت انه جعفر الموسوي. انا ما اعرف جهاز المخابرات. نعم انا سألك جاوبني. اي انا سأل يعني قصدي ما اريد اسال. انت كنت ضابط هناك ومدير؟ انا نعم. اي انا ظاهر الاعلام يوصلكم بسرعه. نعم على كل يعني يكون شهادتك. جاوب على السؤال. انا جاوبك على السؤال. نعم يعني سياقات جهاز المخابرات متغيره. نعم يعني اذا ترجع القانون جهاز المخابرات، مدير جهاز عنده صلاحيه كامله، وانا اقول لك اياها كقانوني، باستحداث الهياكل وترتيب الارتباطات بالهذا، فاحيانا يربط اي تشكيل بنفسه مباشره او يربطه بالمعاون. منو اللي يربطه بنفسه؟ لا مدير المخابرات. نعم يعني يقول تستحدث التشكيلات التاليه يعني. نعم. هي مثلا على سبيل المثال هي شعبه، تصير هاي الشعبه مديريه، يقول ترتبط بالمعاون الفلاني او ترتبط بمدير انا سالتك على الحاكميه. لا يعني ما يخالف. ما اريد. نعم. اقول لك حتى تسمح لي يعني غير تنطيني مجال اوضح لك، هذه متغيره، انا ما اقدر اقول لك بذيك اللحظه بذيك الفتره كانت مرتبطه بالمعاون او بمدير المخابرات، ما عندي جواب. يعني اما بالمعاون والمدير او بالمدير مباشره او رئيس. اي بس عندما ترتبط بالمعاون يعني يشرف عليها المعاون عاده. نعم انت أي. داخل بالحاكميه شايفها؟ ها كان لك عمل بالحاكميه؟ لا لا ما شايفها؟ شايفها طبعا. شلون ما شايفها؟ ذيك كل العراقيين شايفها. وين الصيغ كل العراقيين؟ يم الجوازات، قبال الجواز. يم الجوازات، داخل بيها انت مشتغل بيها؟ لا داخل بيها بس مو مشتغل. رايح زياره الها؟ اي. اوصف لي اياها بالله اذا رايح زياره الها. يعني انا دخلنا بغرفه المدير ما اعرف يعني داخلها شنو. مدير الحاكميه؟ مدير الحاكميه اول ما تدخل اكو سكرتير ومدير، سووا حفل. حضروا المدراء، حضرنا بهاي الساحة المدخل الرئيسي. مدخل الرئيسي؟ مدخل الرئيسي من ساحة؟ ساحة؟ نعم، ايش قد مساحتها هذه الساحة؟
يعني قدر يعني تطلع يعني 1000 متر ايش هكذا ما اقدر احسب. نعم استمر. يعني ربما 1000 متر يعني ايش اقدرها اليوم بها قرات سيارات ما ادري ايش. نعم يعني من تريد تصعد يعني هي تصعد بها بايتين ثلاثة. نعم لغرفة المدير اكو ايضا بهو صغير بداخلها هو هذا اللي شفته منه يعني هناك كان قعدنا وهو كم طابق هي بناية طابق طابقين أكثر لا هي عدة ما أدري والله كم طابق بس هي يمكن طابقين يمكن طابقين أعتقد نعم أي موضوع بعد عن الدجيل أنت ما من خلال أنت وجودك مدير خدمة خارجية اللي تابع لجهاز المخابرات يعني هذا الموضوع أنت ما سمعت بقضية دجيل اعتقال بقضية الدجيل عوائل الرئيس السابق تعرض إلى محاولة اغتيال جهاز المخابرات كله صار في حالة انذار. أنت تدري إيش قلت الأستاذ قلت لي حلفت يمين أنت. نعم وذكر أنا جيت للخدمة الخارجية. نعم عام 97 في منتصف العام 97 تعتقد قضية الدجيل بال 97 كان حولها كلام عام 97 اكو كلام عن الدجيل؟ مو 97 انا في التمومرتي انا حلت على التقاعد وبعد يعني مرتي انت حاله عندك خدمه في المخابرات. انا ما يخالف الاولى مره نعم. انت تقول انا بعام 82 كنت في ذلك الوقت موظف بسيط. ايوه انا الحقيقه ما احس يعني انا تذكرت بعد يوم طلعت انا بهذه الفتره داخل دوره دور هذه الفترة كان الدورة خارج الجهاز 6 أشهر سموها دورة أساسية كل موظف بالجهاز يدخل بها بهذه الفترة اللي منتصف عام 82 من الشهر السابع إلى نهاية 82 نعم أنا دخلت دورة السادة تلقون بوثائق الجهاز أنا كنت بدورة خارج الجهاز مدة 6 أشهر وين هذه الدورة؟ المعهد مالهم اللي معهد هذا صاير بال في وقتها كان بال مالهم مال من؟ مال المخابرات صاير بال يعني بهاي المنطقة الساعة الخضراء شو اسميها يعني ما ادري يعني عند مستشفى بن سينا نعم اي كان هناك ما حد له فاحنا نداوم هناك وانت تعرف جهاز المخابرات جهاز المخابرات اذا انت مو خاش بهذا التشكيل مو مالك علاقة به ممنوع تدخل به شلون انا موظف قانوني اقدر اختلط ويا الموظفين؟ ما اقدر اختلط ويا الموظفين شايفني قبل؟ ها؟ شايفني أنت قبل؟ إيه شايفك؟ وين؟ ما أعرف والله وين. أنا يا ذاكرتي ظلت ورا 3 سنين. خاب بالمخابرات شايفني. شكراً سيادة الرئيس. شكراً. أنت بإفادتك جاي على أساس أنت كنت متعرف على وضاح الشيخ والقاضي صادق سالم المخابرات. شنو يعني ارتباطك بهالسنين؟ لا ما متعرف شنو متعرف اعرفهم؟ انت بافادتك امام السيد قاضي التحقيق مثبت بالضبط شلون تعرفت عليهم؟ سياده رئيس المحكمه بس قول لي بالضبط النص ايش يقول؟ امامكم ما قلت اتعرف اللي اقرا لك بس اعرفهم يعني كما ان الاشخاص الذين لديهم معلومات بهذا الصدد هو وضاح الشيخ كما وأن القاضي في ذلك الوقت الذي كان هو صادق سالم في ذلك الوقت المدير الذي كان مكرر هو نفسه يعني شو ارتباطك بهذا مو مرتباط هذا أي واحد بالمدير مدير بالمخابرات ممكن تعرفه بالاسم يعني هسه مدراء المخابرات المدراء الرئيسيين معروفين يعني وقاضي بالمخابرات قاضي واحد مو أكثر يعني مو تقول حتى هذا هو القاضي الواحد بعد إذن المحكمة المحترمة نطلب سؤال الشاهد خاصة هو حاصل على شهادة دكتوراه في القانون سبق وأن ذكر بإفادته أنه يعمل في الجهة التي تقوم بالترافع عن جهاز المخابرات بخصوص الشكاوى التي تقدم ضد هذا الجهاز سواء من الأشخاص أو الجهات نطلب من الشاهد أنه يذكر اسم شخص معين أو جهة معينة حركت دعاوي ضد جهاز المخابرات وترافع بها هو أو زملائه أجاوب على السؤال سمعت السؤال جيدا أنا
أريد أقول لك هذه شنها الدعوة اللي تصير. أنا ما أذكر أسماء لأنه ذاكرتي يعرفوها، وهسه أنا موجودة الجماعة عندهم شلون صار بذاكرتي، بس أريد أقول لك أوضح لك شنو الحالة. واحد تصطدم سيارته، بالله خلي على الميكروفون، أي واحد تصطدم السيارة مالته اصطدام مع مواطن، أي يتبين أنه هذا الشخص هو موظف جهاز مخابرات، يقيم دعوة عليه يطلب تعويض محكمة. هاي قضايا مدنية، قضايا مدنية حقوقية، حقوق الشخصي، كل حقوق شخصية يقيم. سابقا أكون المحكمة الإدارية فترة اشتغلت بوزارة العدل، كانت يسموها محكمة إدارية، هذه كانت بالزوراء، فتقام دعوة يعني، أو واحد مثلا يعني دعوة استملاك مثلا، يقيم دعوة يقول هذا التعويض كان غير عادل. ما أذكر أسماء والله. الإجراءات القانونية اللي اتخذت بحق موكليني برأيه هو رجل قانون، هل كانت إجراءات قانونية سليمة؟ هذا السؤال ما توجه، هذا السؤال ما توجه للشاهد. أنتوا عندكم أسئلة شيء؟ أسئلة عندكم؟ نعم؟ اللي عنده سؤال خليه يتفضل. هل أن الشاهد متهم في قضية أخرى؟ هو موقوف حاليا في على ذمة التحقيق، يعني معناته أكو قضية أخرى. نعم أستاذ. سيدي الفاضل، أرجو من المحكمة المحترمة توجيه السؤال للمتهم، العفو للشاهد، الشاهد مو حول، إذا كان يعتقد أن شهادته هذه ممكن أن تشفع بالقضية الموقوف عنها. شلون؟ وضح. سيدي الفاضل، أرجو توجيه سؤال إلى المتهم، إلى الشاهد، فيما إذا كان يعتقد أن شهادته هذه ممكن أن تشفع له في القضية الموقوف على ذمتها. شكرا جزيلا. هذا السؤال ما توجه للمتهم. هذا السؤال ما توجه للمتهم، للشاهد عفوا. أنا أريد أسأل دسمع أريد أسأل الشاهد. أي أول سؤال، هل حزب الدعوة أو النشاط للأحزاب السياسية العراقية يقع ضمن ساحة المخابرات؟ جاوب. أي هذا طبعا هذا ضمن ساحة عمل الأمن العام، ضمن ساحة عمل الأمن العام عادة، يعني ضمن ساحة عمل مديرية الأمن العامة وليست المخابرات، وليس جهاز المخابرات. هل مسموح للمخابرات تتحقق بأشياء تتعلق بالأمن الداخلي أو أشياء للأحزاب الداخلية أو شركات داخلية عراقية أو مواطن عراقي لأي قضية سياسية ما مرتبطة ما لها امتداد للخارج؟ إذا ما كان بها امتداد بالخارج، يعني عادة الجهة المختصة المتابعة المختصة تحيلها إلى الأمن العام، هم يتولون التحقيق. أوكي. حسب أنت الآن سمعتك أنه وصفت من الخارج البناية اللي يطلق عليها جزافا الحاكمية، اللي هي اسمها الحقيقي بالهيكل التنظيمي للمخابرات، اسمها مديرية التحقيق والتحري، مو هذا اسم.